الشبيحة دول يا إخوان مش البلطجية. أنا كنت فاهم من الشبيحة هم البلطجية. تشبيحة دول لما الناس بقى جابوا لنا المعلومات بقى المتينة، الشبيحة دول أصلا ناس من العراق ومن إيران، دول يقومون بسحل وسلخ وتعذيب المسلمين، بيسموهم الشبيحة. والشبح معناه التعذيب والسلخ. احنا عندنا هنا الشبيحة اللي هم البلطجية، انت يا لا بتاع كم ده كله، الشبيحة عندهم اللي هم النظام ده، ربنا ياخدهم.